عليكم باش. خلينا نخش على فيديو النهارده من غير ما اطول عليكم، لكن قبل ما نبدا حط لايك الفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، روح تابعني على الانستغرام وليتس جو. شو راح تعمل يا حبيبي لو لقيته قدامك مسكتك؟ شو راح تعمل؟ يرحمنا ويرحمكم جميعا. اللي بعده، عندك قرار بنيت عليه خروجك او انك مشيت من الاهل. عندي اسباب. عندك اسباب بنيت عليها قرار، صح كده؟ طيب رمضان صبحي عنده اسباب برضو وبنى عليها قرار. وبنى عليها قرار. اه اساليني بقى هي اسبابه. عايز تعرفي؟ اه اعرف منك ايه هي اسبابه. مش ده لا وشايفين الانتباه بتاعها، عايز اعرف منك. ماليش دعوه جدا. اللي بعده، اول صدمه تجيب حياته. The fucking squirrel is back. It look evil as fuck. I'm terrified. Oh my god. Oh my god. Yes you bitch. انا عملت كل ده معلش، حتى الحيوانات مش سالمين منهم. اللي بعده، لا دي بطه عشان يعمل قلب، رفضت. بالعربي الشفا تستاهل. طب يعني مخطط حاجة قدامها تعملها ولا ده لسه ما خططتش؟ هتعمل ايه بعد ما تخرج؟ مش هعمل حاجة. اللي بعده، المصريين عليهم شوية جمل ما تفهمش هما جابوها ازاي. اه قولي يا امريكية. مش هما جابوها ازاي؟ يعني واحد قلقان يقول لك انا الفار بيلعب في عبي، هو ده كل اللي قالك ان الفار بيلعب في عبك؟ بس يعني مش شاغل تفكيرك الفار دخلك ازاي اساسا؟ وانت ليه سايبه يلعب في عبك الوقت ده كله؟ والتاني يقول لك لسانك ما يجيش على لساني. طب ما تقول ما يكلمنيش، اسهل وانضف حتى. واحده تانية تطلع تقول لك لا اتلقك. ايه اتلقك دي؟ محدش وضح لحد دلوقتي. ودي نفس فكره بت اما تبتك، هتبتك ازاي ما انتش عارف، بس انت هتتبت. اي تهديد والسلام. واحد تاني يقول لك انا جيت على ملا وشي. ايه ملا وشك ده؟ جيت عليه ازاي يعني؟ انت جاي زحف. واحد يبقى نايم في امان الله يتقال عليه ده بياكل رز بلبن مع الملائكه. مش رز بس، رز بلبن. انت الكلمه دي دايما بقولها رز بلبن. انت متاكد يا ابني انك شفته مع الملائكه؟ ده كده نايم في الابوار. مش معنى رز لبن يعني، ليه ما تبقاش مهلبيه؟ والتاني يقول لك انا هخطف رجلي بسرعه اجيب حاجه واجي. انا لحد دلوقتي مش قادره استوعب سيناريو الخطف بتاع رجله ده هيحصل ازاي. وتبقى قاعد مع واحد لا بيك ولا عليك، فجاه يقول لك انا هاخد بعضي وامشي. تاخد بعضك منين؟ ما بعضك معاك اصلا، هو انت قاعد ازاي يا عم؟ وكلكم والجمله اللي جايه دي كوم تاني خالص. انا همشي ومش هتعرفوا لي طريق جره. انا نفسي افهم الطريق ده فين على الخريطه، مفيش حد يعرفه غير الامهات. تقولش عاملين مخبأ سري هناك؟ انا نفسي اشوف اللي عمل الطريق ده، المحه بس. دوخنا كلنا وراه من اللذين. يا جدعان احنا ما نحسش بطعم الكلام غير لما نفتح عليه، نحط عليه حبه توابل من عندنا. ويا سلام لما حد يروح يحكي لك حكايه تروح تحكيها لحد. الجمله على ما تروح تبقى كتاب. الله علينا بحبنا. مواليد 2004 من يكون عندها طفل. لما يكون عندها طفل وبعدين فين النون بتاعت عندها؟ ايه عدها دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بذمتك انا ماما؟ ماما؟ انا ماما؟ ماما ازاي؟ ده انا كنت ورده مفتحه. لا 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 لا، ما انت ما شفتنيش. اوكي. كل لما تعدي الحلوه تلخبط ليه انا في الكلام بالراحه شويه 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 علينا الشيء. وانا اقول لي ليفربول عمال يخسر، اتاري كلابس التيشيرت بتاعه يخسره. اللي بعده، رد فعل العروسه. ام التعليقات اللي السم البدن اللي انتوا كاتبينها دي حاجه قرف بصراحه. انتوا مالكم بالكلام اللي انتوا كاتبينه ده؟ بتنكدوا على الناس ليه لما حدش ينكد فيها عليهم؟ انتوا مالكم؟ اللي بعده، ايه يا ابن الفجع ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه مش هتاكله منك؟ بيفكرني لما يكون في عندكم طفل صغير والصدف في الماء العكر لما يجي لكم ضيوف، يعني يكون في ضيوف وتلاقي الطفل الصغير رايح جاي رايح، يا ده هضربك. واستغل الموقف يفضل رايح جاي لحد ما يخلص الحاجه. انا اوريك، اصبر بس. اللي بعده، اطفال اليوم. جايب ايفون يا جماعه، ما شاء الله. انا عندما كنت طفل. مع اني على فكره اكبر غلط ان انت تعود الطفل على حاجات زي كده من هو صغير. ما تعودوش على كل حاجه تبقى سهله ليه وكل طلباته مجابه وهو صغير، عشان لما يكبر مش هيبقى راضي بالحاجات العاديه، وهيكون السبب الرئيسي في ملعنته هيكون انت، لان انت عودته على حاجات مفروض اصلا ما يمسكهاش من دلوقتي. اديله تليفون قديم، جيب له موبايل معقول، انما بالمنظر ده لما يكبر هيصدم بالواقع وهيكون انت السبب. فما تعودهمش ان تبقى الحياه سهله بالنسبه لهم وكل طلباتهم مجابه. اكبر غلط بشوف الناس بتعمله. اللي بعده، لما تخطب في 2022 وتفركش في 2023 وتاخد ده. دنيتي فجاه بتحلو حريه
الساعة 2 بعد ما اتخانقت معاها وقلت لها سلام بقى يا رب انام ما اصحاش. حلو اللي بعده، لما تمزح مسحه وتقلب عليك وتاكل هوا. غبي، كل تفصيله فينا بتفرق في شكلنا والله، هندسه ربانيه. اللي بعده، واذا عضيتها تزعلون. شايفين هنا يا جدعان، اللهم صبرني. اللي بعده، انا جاي اقول لكم ان العين وحشه، واي حد بيحب حاجه ما ينزلهاش ولا ينشر. انا جاي اقول لكم ان القطه بتاعتي ماتت، وده بسبب عين الناس الوحشه، وبكرهكم كلكم. يا شيخه في بني ادمين بتموت في تركيا وسوريا وانت زعلانه على قطه؟ ها اقوى مقلب حضنت حماتها وعندها كورونا. طيب ايه؟ طب وايه الورق ده وريني؟ طب وريه لي مالك؟ طب وايه؟ طب في ايه مالك؟ هي بنت سقطانة ولا فيكي ايه؟ طب قولي لي. مش شايفاني بس يعني مش شايفاه مش عارفاه. طب تقرير. طب قالت ايه؟ طب في ايه؟ عندي كورونا. يا حبيبتي يا حبيبتي كورونا دي ايه؟ وجاي عليا؟ ما انا قلت لك كده يا اختي. يا لا لا يا لا انت دي برد برد جاي لي بالكورونا؟ مش عارفه انا لو سمحت معايا. يلا يا شيهان يلا يلا ما تزعليش مني يلا يلا الله يسهلك يلا جاي عليا انا؟ ما رحتش ليه على طول؟ جاي على حماتك عشان تموتيها؟ بتحبك؟ ما اعرفش ليه معظم البنات ما بتقش حماتها مع ان حماتها بتبقى بريئه. تصوريلي دلوقتي. مش كل الحماوات على فكره، بتبقى في حماوات كويسه وفي حماوات بنت كلب. اللي بعده، بقول لك بحب واحده بس خايف اعترف لها وانكسر للمره ال 12 على التوالي. حب انت بتعرف الصفره؟ يعني كان يقول لك في باب الحاره بدنا نكسر الصفره، انت انكسرت اكتر منها. حبيبي 12 مره انت حققت اكتر من بطولات كاس الامم الافريقيه اللي مصر جايباها. 12 مره وزعلان قوي على المره اللي 12 ما جاتش من ال 12. روح قولها ترتاح، وافقت وافقت، ما وافقتش شوف اللي بعدها. الحياه ما بتوقفش على حد، وبعدين تقبل الرفض. اترفضت ايه يعني لما تترفض؟ فيها ايه يعني؟ هتموت؟ لا، وبعدين هيجي حد عنده الشجاعه وهيروح يقول لها بحبك. هيبقى ايه ساعتها موقفك؟ ها هي هي. انا مره رحت قلت والنتيجه بتاعتها كانت قالت لي ايه؟ انا كمان بحبك. زي اخويا. تقبل الموضوع. على فكره ده ما فيهوش علاقه ان يكون فيك حاجه او فيك عيب او كده، لا هو الموضوع حته تقبل. في ناس اول ما تشوفك هتحبك، وفي ناس اول ما تشوفك والله ما هتحبك. ارضى وشوف اللي بعده. بس 12 مره على التوالي فاكيد في حاجه فيك. ظبط شكلك، اهتم بنظافتك الشخصيه، حاجات صغيره. واهم من ده كله انك تتعامل على طبيعتك. اهم حاجه تتعامل على طبيعتك، بلاش التصنع في العلاقات او في اي حاجه، لان مسيرك هتتعب لو انت متصنع في شخصيه مش شخصيتك. هيجي عليك يوم من كتر الضغط اللي هيبقى عليك وهتتحول لشخصيه ثانيه هتكون هي مش عارفاها، لان هي حبت الشخصيه دي ما حبتش ده. فاهم بالي؟ فبلاش التصنع، انت بتتعامل على طبيعتك واللي بيحبك على طبيعتك يحبك. كل ما يحبكش اوكي شوف اللي بعده. الموضوع كله في تفكيرك. اللي بعده، قاعدين ومستغربين الناس قاعده وبتبص علينا ليه. هايدي، الراجل على فكره اللي بيعمل كده ما ماتش زي ما الناس مفكره. اللي بعده، يا صباح خيبات الامل، بس شوف هاي الكاسه انا مخبيها بالثلاجه من امبارح، وكل ساعه افتح باب الثلاجه اطمن عليها انه ما حدا شافها وما حدا طالها، بس لما مسجتها وكلبتها عن جد بكت الصدمه. بس امان طلع انه اللي عامل هاي العمله شاطر وبتخطرش على بال ابليس. يا بنت الوسخه يا اخوان، يقول لكم في حبه قهوه تبكي، جت صاحبتها قالت كوفي عن البكاء، كوفي يعني بالانجليزي قهوه. دلوقتي لو معايا خنجرين هجيبهم كده وارشع واحده في قلبي. اللي بعده، نبذه صغيره عن مستوى هدوء صوتنا في اي نقاش في البيت. ايه يا عم سعيد؟ ادي ربنا ايه؟ بزعل ايه يا عم انت؟ بزعل ايه؟ كل البيوت على كده. اللي بعده، عندما تكون التزاماتك الشهريه اكتر من الراتب. اوكي اللي بعده، مستغرب انا ليه سنجل لحد دلوقتي. انا برضو واحد معرفوش بعت لي رساله بيقول تسمحي لي اعزمك على فنجان قهوه يشربوا فيك القهوه ما تموتش يا راجل، ولا اللي يتصل بيها المازنجن. احترمي نفسك يا وليه. واللي بيكتب الو الو ايه، ممكن نتعرف؟ انت هتعمليني شريفه؟ قالوا عنا وحد يقول لكم قالوا مافيا ومش سكه افلام هنا عوده وطلطش وقلام ما يلا وما تبوش وحدكم. اللي بعده، عشان يسرق. شايفين يا جدعان اللي خد البلاء خد البلاء. قامت وراه كله لك كرش. انا مش عصبي ولا حاجه، انا لما حد يتناقش معايا ام الغباء اللي في الدنيا يلا
بقولك دلوقتي يا ابن العبيطه دلوقتي. اللي بعده، تمتاز فتره الشباب بالنشاط والحيويه. انا في فتره شبابي لما انزل من على السلم دمرت صحتي، ما بقتش زي زمان، ده انا كنت دايله الله يجازي الحاسه، اوجع كتير في الجازه مش قادر انا تعبان. اللي بعده، الاسعار كويسه، كل حاجه حلوه. ايوه احنا عايزين ارخص من كده. ايه يا جماعه عايزين ارخص من كده؟ ايه انا مش متضايق، ما انا عارف، ما عشان ما احنا طول اللي ارخص من كده ايه في الظروف الزفت اللي احنا فيها دي؟ هنعمل اكتر من كده ايه؟ الحكومه تعمل اكتر من كده ايه؟ اللي بعده، ايه الضحك ده جامد. ايه يا عم، يطلع من بيته الساعه 6 الصبح يروح 6 المغرب ب 110. انا مش عايز اقول كلمه وحشه، احمص احمص، وانتوا عارفين ايه معناها؟ لا مش عارفين. لا حول ولا قوه الا بالله. ليو فده ما يرضيش رب. لا انا كل حاجه اعملها افضحكوا على النت جدع، وعلى التراجم ملمهم نفسهم نلمه. أيوه. انا غبي قوي، انا مش مهم من حد باين حد غير ربنا. عارف زودونا يعني انتوا مش هتخسروا حاجه لما تزودونا 20 ايه بدل ما تبقى 110 تبقى 130. صدقني انا لو اقدر اديك هديك من عيني. انت مش محتاج تقول لي هات، بس مش قادر، مش عايز، مش قادر. هتاكلوني يعني؟ عمركم ما تفهموا ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا اخر الليل وانا بستعرض لاختي مهاراتي في الرقص. وتعرضي لاختك ليه؟ ما احنا موجودين اهو. اللي بعده، ليه رحت للي بيأذيكي يا وحشة يا بنت الكلب؟ رحت للي بيأذيكي؟ مخاصم، تعالي معايا يلا. يلا فوق عليكي كلبة حكيرة، مخاصمك كلبة بنت الأدب. بعدت وكنت أنا شريكي. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني عامل لي شعرك استشوار ابن كلب من عمه، وحاطط لي فلتر نمش، وعامل لي حركات البنات ما بتعملهاش. والله البنات ما بقت تدلع كده. ايه ده؟ كنت مالي عليك عشتها، كنت مالي عليها شيتها. اوعى اديك كشاف يا بيت، ما تبصليش كده هعورك. انا لما بتنرفز اديك عرفتي. لا حول ولا قوة الا بالله على الجيل اللي طالع. الشباب تتنسول والبنات تسترجل. احا ده هو، مش لسه بقول لكم حاجه تيجي ترجع زي يا ابني؟ اسمع لسه بقول لكم اهو، جبت حاجه من عندي. اللي بعده، ما بقتش نصيبي بعد سنين حلوه وبتروح، انا لسه بفكر فيكي بفتح صورك. ده عذرا ممكن يكون الراجل مجروح او حاجه، لكن احب اقول لك العوض لما بيجي بيمحي ده كله. بسكن كتير بالليل بصاحب الكاس، مفيش تهدير والحق غاب والداس، مفيش اخويه والكل عاش دراما، صدمات قوية والعيش اخره ندام لما تودع الشخص ويطلع طريقكم نفس الاتجاه. سبحان الله. اوكي اللي بعده، لما اقعد مع مامي في المطبخ وتحاول توقعني في الكلام. مامي شيت، دي بتاعت ايجيبت دي. مين قالك ان انا مفيش راجل في حياتي؟ وماذا هذا يعني؟ انت مالي؟ يعني انت متجوزه مثلا؟ لا مش متجوزه. بتحبي؟ بحب. هي اللي بتقول يا جماعه. طب وايه وانا بقول لجرم مثلا؟ اللي بعده، صرحت شويه وانا على القهوه، الدبانه في كوبايه الشاي. مره واحد اتصل بالخط الساخن اتلسع. اللي بعده، انا في الشات عنده بعد ما قلت له مالكش دعوه بيا تاني. عشني بجد صحيح محمد، ده سابني انا دلوقتي عرفت قيمتك. لو كان بايدي لرمشي تمشي عليه، امسكي ايدي وهنسيكي كل اللي جامد والله، جامد والله، عجبتني قوي، تستاهل والله. اللي بعده، صح نحن اللبنانيه شكلنا نظيف ولبسنا مرتب وكلاس وواثقين من حالنا، بس 99% مننا
مفلسين مديونين. نحن برستيجنا ما بيسمح لنا انه نتشرشح، هيدي حقيقة. سبحان الله كلك بتلمحيلي والله. اللي بعده شايفين يا جماعة كل واحد فنان والله. مايكل جاكسون بيرقص ده كل واحد بيكون محترف في شغله يا جماعة والله. لما تعمل حاجة وانت بتحبها هتبدع فيها. شايفين دماغك بتشتغل فيها بشكل افضل والله. كل واحد فنان في اكل عيشه. اللي بعده الجواز 2023. سيكمها ربنا يخليك يا ابا. والنبي ابا خليك متفاهم مع الرجل في الكلام. ها مش كفايه دخل عليه بست فرخات؟ انا اتجوزت امك بعشر بيضات. يا سلام جواز بعشر بيضات والله. يا سلام. مش هتكلم على الراجل ده لان الراجل ده مجروح، والانسان لما بيكون مجروح ما بيبقاش عارف هو بيعمل ايه. اللي بعده اتعرفنا على بعض ازاي. هي كانت بتكرش عليا من اصلا وانا صغيره يعني. قعدت تقريبا 3 سنين بتكرش عليا، وكانت دايما تعدي من تحت البيت وتقول لاخواتها اختها الحقوا بيت عبد الله اهو. بس ما كنتش بقول بيت عبد الله حبيبي المستقبلي اهو. تقول لي يا عبد الله جبت لها الرقم وسكت، قالت لي الرقم مش بيرد. احنا هنقعد نحور بقى ولا ايه؟ هنقعد نحور؟ انت هتقعدي تجري معايا كلام رقم مش بيرد؟ طب ما تجيب رقمك. طب مش عارف ايه؟ قلت كده. ايوه ما انت خدت رقم في الاخر. بطلي هكس بقى، بطلي هكس. المهم بقى يخرب بيت كده. فكك نهار ازرق. فكك ما تحوريش. عملت ايه تاني بقى؟ جريت وراك ولا ايه؟ هو ايه اللي جريت؟ انت جريت ورايا. ما تبقوش تنكروا واقع وترجع تقولوا ما جريناش ما عملناش. مش في الاخر اتجوزك ملوش لازمه الانكار. اللي بعده اخوكم في الله محتاج ايفون 14 لضبط المنبه لصلاه الفجر، ومحتاج سماعه ابل جديده لسماع القران، ومحتاج مهر لتكمله نص ديني، ومحتاج منزل قريب من المسجد. الراجل محتاج ايفون 14 عشان يظبط المنبه. شوف انت لما تجيب لي واحد ايفون 14 عشان خاطر يظبط المنبه يقوم يصلي، يا اجرك عند الله. ولا لما تجيب له سماعه ابل جديده عشان خاطر يسمع قران. شوف طول ما هو حاطط السماعه وبيسمع قران العداد عمال يعد لك حسنات، ولما تدي له مهر عشان يكمل نص دينه وتدي له راتب شهر عشان خاطر يعرف يصرف على اللي معاه. ما هو الراجل عايز يكمل نص دينه، فاكيد لما يجيب واحده اكيد مش هيجوعها يعني. شوف انت بقى جزاءك عند الله لما تعمل ده كله. واهم من ده كله عايز منزل قريب من المسجد. اللهم قوي ايمانك. يا اللي بعده لما تتزوجي اللي بتحبيه وتكوني مسيطره. شال الموزك. ايه ده مسيطره ولا اتكلم الراجل. اللي بعده واو على الشجره اللي بتطلع فلوس. واو ده خد السكينة. الضحكة دي باردة قوي قوي. راح عشان يدور على شجرة. ايه يا عم ده كله يا عم، لفيت المدينة كلها شجرة. طلعت ما بتطلعش. دي شجرات العرب يا حبيبي، دي تلاقي شجرة أجنبية التانية. لكن شجرة العرب هتحط عليها إيدك هتتعصر تربها هتروح تغسلها. اللي بعده لما حد يعمل لك سحر عشان يبوظ حياتك، الجن بعد ما يشوف حياتك اللي جاي يبوظها. ممكن يديك فلوس وتصعب عليه. هي خربانة خلقة. اللي بعده لما عزمها في ماك ب 500 جنيه ولاقيها لابسة سلسلة الصليب. مفتاح الحياة ده ولا ايه؟ مش مفتاح الحياة ازاي؟ هو شكل مفتاح الحياة على فكرة. مرة حرامي دخل يسرق محل حلويات، التورتة قبضت عليه. لما صاحبتها ترتبط بالكراش عشان تثبت انه خايف. الله على اخلاقها. ايه الاخلاق الجميله دي؟ ايه يا بنت الاخلاق الحميده دي؟ شايفين ضحت بنفسها عشان خاطر صاحبتها. بعين عليك اخويا اللي ليا انت نظر عينيا. اهم حاجه وش البلياتشو اللي انت حطاها، هياكل منك حته. اللي بعده دي عايزينها تبقى خضره الارض اللي في الصحراء يا جماعه، ما بقاش في حياه، ده بيحتفلوا بالموضوع قدامنا. مالكم يا جماعه بقيتوا فرحانين كده ليه يا جماعه؟ ده بقينا نخش في بيوت الناس حرفيا. ناقص بعد كده هيصوروا لنا الواقع بقى، ايه اللي بيحصل هنصوره لك بقى. ده الفتره الجايه بس الصبر. السحور في الاعلانات، السحور في الحقيقه.
اه والله فعلا والله بيصحوا عشان ياكلوا ويناموا تاني. اه اللي بعده Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Graças a Deus. اه يا جماعه دي ام الدون واخت الدون يا جماعه. الراجل يتعب ويطلع عينه ودي اخته. سبحان البطن اللي جابتكم، جابت افضل لاعب في العالم وجابت دي تبقى اخته، عامله له مشاكل الدنيا والاخره. اللي بعده قبل الطلاق بعد الطلاق اموت واعرف انت محتواك كله عن طليق، انت ما نسيتهوش، انا من رايي ترجعي له تاني بجد والله، ارجعي له تاني. ده انا من قبل ما اخش يوتيوب وانت بتعملي نفس المحتوى والله، من قبل ما ابدا ولا قبل ما افكر في يوتيوب اصلا وانا كنت بقلب الاقيكي طالعه لي في وشي قبل الطلاق وبعد الطلاق. انت ما عملتيش موف اون من ساعتها، ارجعي له بالله عليك لا ترجعي له، وعايزه تقنعنا ان هي نسيت وعايشه حياتها. لبعضه لا حول ولا قوة إلا بالله. مفجوع. خمن اسم الدولة أول حرف من كل صورة. مصر، لأني مفتاح وصبار ورمان. هناخد الميم من المفتاح وهناخد الصاد من الصبار وهناخد الره من الرمان، تبقى مصر. موسم الانفصال ده ولا ايه؟ كام راجل مقابلني عمال يعمل على الاغاني دي وهو مجروح وعمال يبتسم، قال يعني هو كده ناس لما يطلع ويصور فيديو وهو بيضحك، نفس اللي كانت متطلقه من شويه برضه، لما اتطلقت منه بقت عايشه حياتها وبقت مبسوطه يعني. بتضحكوا على مين؟ ما بتضحكوش على حد غير نفسكم، عشان بالفعل لو انتوا ناسين وعايشين حياتكم مش هتطلعوا تعملوا كده، مش هيفرق معاكم الموضوع، لكن هو فارق وفارق جدا كمان لما تقعد تعمل كده. اللي بعده تضحك تدخل جنب بارت اللي بعده لا يا جماعه هي 14 وهو كان 17، مستحيل تكملوا كل واحد ببلد. سبحانه الله. بس ايه النضاره الجامده اللي انت لابسها دي؟ بقى 29 وهي 26 ومتجوزه. كيف عرفت انه لسه بيحبك؟ حسيت. كيف حسيتي؟ اركت هديتك. طريقة تصوير على مس مش معقول، محطوط كروما. بتبقى حيال تسويقية عندهم. اللي بعده 2003 بكرة أكبر واشتغل ويبقى معايا فلوس لما كبرت. لما تروح تخطب بنت من عيلة متنمرة ويحكوا لك نشوف رأي البنت ونجيك. اوكي اوكي اللي بعده جميلة ما شاء الله. اللي بعده رونالدو اتعصب مع الحكم. شايفين الحكم يا جدعان؟ لو عليه خليه هداف الدوري والله، الراجل الوحيد اللي العالم كله اتفق على حبه واحترامه ليه، انا عن نفسي بحبه جدا. اللي بعده يا اخوان يقول لكم في واحد يمشي وينقط، ليش؟ اسمه حنفي. حنفي حنفية البزبوز يسمونه حنفي. طق طق Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro.